شوف، باش تلقى منزل بهذه السومة وبهذه المواصفات، تجاري وسكني 1000% في وسط المدينة وفي شارع حيوي موفمونتي تاع خدمة وتاع كوميرس، وقريب بالكامل لي كوموديتي بعقد ملكية ودفتر عقاري، فريمون لازم لك تشوف هذا الفيديو وتكون ابوني عند صفحة الوكيل الإيموبيلي ريستي برونشي. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل ايموبيلي، كما عودناكم دائما مع الجديد، واليوم جبنا لكم عقار افير بسومه راح تنال اعجابكم باذن الله، عقار تجاري وسكني بامتياز في وسط المدينه، رانا في ولايه البليده بالتحديد بلديه العفرون حي شارع محمد قيبوع، هذا الشارع اللي يتنفس التجاره ويتكلم بلغه النشاط والحيويه. جبنا لكم عقار اير بلس ان بلس تيراس بعقد ملكيه دفتر عقاري بواجهتين بثلاث مستويات اللي تتراوح المساحة تاعهم بين 150 متر مربع 75 متر مربع و 85 متر مربع، مخدوم أمفيني مليح نظيف، تقدر تستغلوا المختلف الأنشطة التجارية، وهذا بحكم المنطقة اللي توفر لك وتساعدك بزاف، كما قادر تستعمل المنزل منزل سكني وكما قادر تستغلهم الاثنين، يعني سكني وتجاري، وهذا وشي والم حقيقة بحكم توفر ثلاث مستويات اللي راح يسهلوا لك باش تجسد اي مشروع راهو في بالك. جماعة الخير، على بركة الله نقدموا لكم المنزل تاع اليوم اللي راهو في شارع محمد قيبوع، وكان اللي عيطولو شارع دبي جماعة، معروف بالتجارة المختلفة، الأنشطة، الملابس، الأقمشة والعديد من الأنشطة المتنوعة. المنزل كما راكو تشوفو راهو هيك المنزل تاع اليوم اللي راح نشوفوه، قلنا راهو بعقد ملكية ودفتر عقاري بواجهتين. نتكلوا ربي جماعة الخير، نمشيو شوية من الشارع التجاري راح مباشرة نلقاو المدخل الرئيسي، هذا هو العقار تاع اليوم اللي نلقاوه بثلاث مستويات. قلنا المستوى الأول نلقاو فيه مساحة 75 متر مربع open space، المستوى الثاني مساحة 150 متر مربع نلقاو فيه مجموع 5 غرف دوش وسانيتار، أما المستوى الثالث عبارة عن تيراس. هذا هو المدخل الرئيسي، كي ندخلوا شوفوا الله يبارك انشراح جماعة الخير والتهوية، هذا بحكم توفر مدخلين، عندنا لارونتري برينسيبال وعندنا لارونتري سكوندير اللي راهي في الواجهة الأخرى. نلقاو هذا لوبن سبيس، المجال المفتوح هذا افي كويزين اميناجي، مخدومة تري بيان بلي ماب دو رونجمون افي بلان دو ترافاي، ونقدروا نحطوا هذا لا طابل، هذه هي لا دوزيام فاساد اللي عندنا منها مدخل جماعة، فيها اسباس اكستيريور مشترك، وهنا نلقاو لا كويزين تاعنا ونلقاو لوبن سبيس اللي راهو مخدوم فريمون. المنزل يتوفر كما قلنا على شوفاج سنترال ودي كليماتيزور، وعندنا هنا لي سانيتير، عندنا لي سانيتير هنايا، دوش وتواليت، مساحه لا باس بها جماعه الخير. هذا فيما يخص الطابق الارضي اللي قلنا راهو بمساحه تاع 75 متر مربع، ومننا نلقاو الدروج اللي طلعنا مباشره للطابق الاول. هذا هو على العموم الطابق الارضي، يلا روحوا نكتشفوا مع بعض الطابق الثاني، شوفوا الله يبارك كيفاش مخدوم جماعه، الارضيه الاسقف حتى الجدران تاعهم مخدومين طري طري بيان جماعه الخير، اعطونا رايكم في التعليقات، رايكم يهمنا بزاف. نطلعوا للديزيام ولا المستوى الثاني، نلقاو هذا الاول دونتري اللي يعطينا لاكسي لجميع لي بياس جماعه الخير. عندنا هنايا قلنا كات شومبر، وعندنا صالون دوش وسانيتير، لا بيمير شومبر كيما راكم تشوفوا، شوفوا الإضاءة، شوفوا التهوية، واسعين مشروحين افيك دي بلاكار، هذو هما. وجماعة نزيد نوضح لكم انه المنطقة اللي رانا فيها رانا في وسط مدينة العفرون، يعني رانا في قلب مدينة العفرون، كلش راهو قريب لينا، كامل لي كوموديتي قريب لينا، عندنا ترا ما راهوش بعيد محطة القطار، المسجد، المؤسسات التربوية والإدارية، مختلف المرافق راهي قريب، والعقار تاع اليوم راهو يتوسطها، يعني ما راح تحتاج والو، بالإضافة للمنطقة التجارية اللي رانا فيها. هنا تعطينا إطلالة على الواجهة الأخرى، هذه هي لا بيمير شومبر. من لا بيمير شومبر نروحوا لا دوزيام شومبر اللي راهي تقريبا راهي بمساحة الغرفة الأولى، مخدومين طري بيان، شوفوا جماعة شوفوا الأسقف كيفاش مخدومين، الأرضية كل حاجة راهي فينيا في الدار تاع اليوم،
قلنا راهي هذا الليطاج راهو بمساحة تاع 150 متر مربع تقريبا، 150 متر مربع نلقاو فيه شوفاج سنترال ونلقاو فيه ديكليماتيزور. تروازيام شامبر، هذه هي لا تروازيام شامبر، وهذه هي لا تروازيام شامبر. مساحة الغرف راهي ما بين 16 متر حتى 22 متر مربع. وعندنا هنايا كاتريام شامبر، هذه لا كاتريام شامبر والله مساحة واسعة افيك دريسينغ هنايا، وعندها بالكون اللي يعطينا إطلالة على الواجهة الرئيسية وعلى الشارع اللي قلنا عليه شارع محمد قيبوع اللي عجب الحركة والنشاط واللي راح يساعدك بزاف باش تجسد المشروع تاعك إذا كان عندك نية باش تدير مشروع تجاري، وإذا ما كانت عندك تقدر تستعمله لمبنى سكني بامتياز. وعندنا هنا الغرفة اللي تعدل علينا الأمر باش نشوفوها، الغرفة الخامسة، وهنا عندنا لي سانيتير اللي فيه دوش إيطاليان وفيه تواليت أكرمكم الله، واسع كما راكم تشوفوا، واسع مخدوم طريبيان. شوفوا جماعة حتى الأبواب راهي مخدومة بنوعية جيدة، عندنا التهوية ثاني، المنزل يتميز بالتهوية وإضاءة لا بأس بها، كل حاجة متوفرة في المنزل تاع اليوم، وخاصة المنزل راح يوفر لك فرصة باش تمارس نشاط تجاري وفي نفس الوقت سكني. الناس اللي حابة رياليزي عندها دي بروجي وحابة رياليزيها هنا، هذا العقار يوالمهم 100% بحكم قربه قلنا الشارع يعجب الحركة وشارع تجاري 100%. نكملوا هنا باش نروحوا للطابق الأخير اللي نلقاو فيه، قلنا الطابق الأخير نلقاو فيه تيراس مع غرفة اللي تقدر. عندنا هنا يا أغوش نلقاو هنا شامبر تقدر تستغلها صاحب المنزل وحاط فيها أغراضه الشخصية، فيها تهوية جماعة، فيها فناتر، وتقدر تستغلها انت بيوندري ولا ما شابه كما ذلك. عندنا بلاكار هنايا، وهنا لا تيراس اللي راهي بمساحة مع لا شامبر اللي راهي تقريبا مساحة تاع 85 متر مربع على العموم. هذا هو تقدر هنايا تزيد تبني لي شامبر كما قادر تخليها وتستغلها لإسباس مفتوح هكذا تخليه. على كل حال جماعة الخير، هذا هو المنزل تاع اليوم اللي قلنا راهو بعقد ملكية ودفتر عقاري، راهو في ولاية البوليدة بالتحديد بلدية العفرون شارع محمد قيبوع. نذكركم أن المنطقة جماعة الخير، عشان نعاود ونكرر، أن المنطقة تجارية 100%. الناس اللي حابة تجسد المشروع تاعها هذه الفرصة تاعكم، تواصلوا مع صاحب العقار اللي تلقاو الرقم تاعو أسفل الفيديو في الوصف وفي التعليقات، راح يفيدكم بمعلومات ويعطي لكم سعر العقار. إن شاء الله نكونوا فدناكم بتفاصيل حول هذا العقار تاع اليوم ويكون نال إعجابكم. ما تنساوش تدعمونا بالبارتاج والجام وتشتركوا عبر قنواتنا عبر كامل منصات التواصل الاجتماعي الوكيل إيموبيلي. وهكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله نكون خفاف ظرافة عليكم، نتلقاو مع الفيديو القادم والعقار القادم. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.